يلا المقطع. اكيد اغلب الناس في الفتره هذه راح يسافرون، فاليوم جبت لكم تطبيق يا مسافر. التطبيق هذا مره سهل حجز الفنادق. التطبيق هذا موجود عندي، تلقاه بالدسكربشن. كل اللي عليك تفتح التطبيق، تكتب تاريخ سفرك اللي هو مثلا بتاريخ مثلا الاجازه الجايه اللي هي نقول مثلا بتاريخ 30، والرجع نقول بتاريخ 5 مثلا. اوكي، حط حفظ التالي. مثلا شوف ايش الوجهه اللي راح لها. مثلا الان دبي فيها عروض اكسبرس، فندخل نشوف ايش السعر. في ميزه مره حلوه، قبل ما تبحث عن الفنادق روح تنقيح. اوكي، بعدين حط اظهار الفنادق اللي تدعم كاش باك. الفائده من هذه الميزه انه يعطونك قيمه دولارات من حجزك للمره الجايه اذا حجزت فندق او شيء زي كذا. فنحط تصفيه ونشوف الفنادق اللي فيها كاش باك. عندك كل الفنادق هذه تدعم الكاش باك. طيب، وحنا نتصفح الفنادق مثلا، نقول هذا الفندق بهذا ب 20,000 مثلا. اوكي، مثلا خلاص انا ابغاه وكل شيء، راح احجز وكل شيء، وفي خاصيه الكاش باك، يعني كل شيء موجود. في ميزه مره حلوه موجوده في تطبيق يا مسافر، اللي هي فريق عمل جاهز على مدار الساعة الإجابة على استفساراتكم والتعديل على حجوزاتكم وكل شيء. حتى لو تدق عليهم بس تقول أبغى أقرب محطة هنا قطار موجودة هنا في دبي، تدق عليهم اتصال مجاني، ما في أي فلوس، ما في أي شيء، مجاني جدا جدا. و24 ساعة، يعني مو 10 ساعات ولا 9 ساعات ولا 8 ساعات زي أي دوام عادي، لا، بس خلاص حط له ذا واتصال وعلى طول راح يردون عليك. فانصحكم بالتطبيق، حتى لو انك ما راح تسافر حمله، ممكن يعني اي وقت كذا فجاه تسافر تبغى فندق. ومميزات هذا البرنامج مره كثيره. السلام عليكم شباب فلسطين، معكم طلال كيلر. ان شاء الله انكم مبسوطين. اليوم جبنا لكم يا اخي تجربه، مو تجربه، زي الكوب اللي الناس كلهم يا اخي يسوونه، بس ما ادري ليش احس يعني ما اكذبهم، لا يا اخي احس انهم يدلعون بالدفه، ما ادري ليش، ما ادري ليش احس يا اخي مستحيل كذا الكوب يسوي كذا. انا الحين ما جربته، شو توني ها توني بفك قبل شوي، الحين كاملية ما جربته ولا لمسته ولا سويت شيء. هذا الكوب موجود هنا بالرياض. اللي يبغى يشتري هذا الكوب ولا شيء زي كذا يجيني بالانستغرام، راح اقول له وين. واتمنى انكم تتفاعلون معي بالانستغرام، لان عندي تقريبا 200,000 ونايمين مره. فتعالوا انستغرام ان شاء الله بصير انزل صور. وي صح، تدرون اني وصلت الخامس على السعوديه في المقطع اللي راح. اتمنى نتعدى 20,000 لايك وتعطونا كومنتات حلوه، وانا استورد الكاميرا بعد شوي. الحين بيجي عند الكاميرا هنا، ف يلا خلونا نبدا التجربه. راح نسوي كذا تجربه للكوب هذا. راح هنا اخلي الكوب هنا، اوكي، وانا سو اول واحد راح اجربه. انا ما راح اجربه، ابغى اشوف راي انس. اوكي، انا انس اكثر واحد اكيد يطيح كاسات في البيت، اكيد اكيد، انا متاكد انا صح؟ يلا جرب. وجع يدك. اصبر مره. هاي لا خلاص، دقيقه هم حقهم ترى شكل غير، يعني هذا حق ابوه يعني. اصبر. هذه قويه مره صراحه. من يطيح كذا اصلا؟ راح توجع. دائما يطيح كذا. اي انس، اخبارك؟ ايش علومك؟ ايش سويت يا ولد؟ التجربه الاولى اللي مدفدفه عادي ما نفعت. راح نجيني بحركه على انس. قم. لا بقوي يلا. قوي مره عليك، قويت؟ يلا. تقوي. يلا ما ادقش. يلا. خذ يا كلبه. يطيح الكوب مره يطيح، ما شاء الله تبارك الله. الكوب اللي بعده راح نجربه بالكرتون هذا، واخذ شوي. سبرايز. كيف كذا؟ ايش وش ذا؟ طالع مسكينة تعذبت. بس مستحيل يعني كوب، يعني خلنا نعبيه بمويه ونشوف، يمكن السبب عشان ما في مويه. جرب مويه. هذا الكوب في مويه انس، ها؟ تشوفون اوف مكفينه. واو في مويه بعد. واو اصبر، هذا بوكسك؟ ما طاح. هذا كرسي، اوكي؟ لا اخ، لا تجي، هذا كرسي. ما صار شيء. ما شاء الله، والله شيء منتج مره قاطع. بشوف مكان ثاني بعدها. واحد اسمه بدر سوى حركه انه يخلي الكوب هنا، اوكي؟ خلي الكوب هنا وانه ما يطيح الكوب، اوكي؟ وهو يمشي تقريبا 30 40، الجو غبار ترى، شقيت سيارات مغبر كلها. فانا سوى كذا وما يطيح، فخلونا نجرب الحركه هذه، هي صدق ولا لا؟ لان نوعيه الكوب حقي غير، فقلت اجربها الحين. يلا خلونا نجرب. فيلا خلونا نبدا التجربه زي تجربه بدر. راح امشي الحين 40، اوكي؟ راح امشي الحين 40 والف اللفه. صور هناك بس اشوف اللفه مع اللفه، صور هناك مع اللفه. واو ما شاء الله تبارك الله، صور زين، قرب زين. ما شاء الله تبارك الله، شوف الف الف الف، ما شاء الله تبارك الله. والله نجينا واحد. صور الكوب زين. الحين راح الف لفه قويه، راح امشي على مثلا 50 لفه، اوكي؟ خلينا نشوف تقريبا، يعني مو 50 عاد. شوف الكوب ما شاء الله. شوف لك تسوي حيل مبروك. ما يطيح.
تشوفون؟ تشوفون الكوب ما يطيح؟ تشوفون كيف؟ ما طاح الكوب، الكوب ما طاح، شوفوا كيف مطبات وهضاب، شوف صور ورهم، الكوب ما طاح ما شاء الله تبارك الله. تشوفون بالله لما الحين باقي اصلا ما شاء الله ما طاح. وهذه التجربة الأخيرة اللي هي ان نحط الكوب هذا على السطح ونشوف هل يطيح من كم دور كم حنا تقريبا الثالث، فهل يطيح ولا لا؟ جرب خنجرب. هذا هو من على البيت بالسطح، تشوف برج المملكة هناك تشوفونه، هذا هو هذاك هو برج المملكة. خلونا نجربه، شوف شوف والله ترى أقوى ما عندي، مع إني حاطه بلاطة أوكي، تشوفون كذا بلاط هنا لما يجي على السطح هذا، فشوفوا شوف ها اصبروا شوف كيف ميلة ولا صار أي شيء. والله الكوب شيء خطير، والله مرة خطير، فأنصحكم في الكوب اللي يعني من الأطفال أو شيء زي كذا فأنصحكم فيه. وبس هيك عندنا، أتمنى عجبكم مقطع رضاكم، لا تنسون لايك واشتراك بس 3400 ألف مشترك يسوي لك أرقص لك مثلا، فأتمنى تشتركون في القناة. وهذا آخر فيديوين، أتمنى المقطع هذا يوصل ترند من جد من جد، أتمنى كل ما تزيد التفاعل ونشرت المقطع هذا راح تساعدوني ننزل مقاطع أفضل من كذا. كان معكم طارق كذا ونسكرا وداب، مع السلامة. لا لا مو مع السلامة وداب، الناس الحين تزيد عليك زيد يا الهجوس هذا الوقت ليا شعر.